تخرب ام اللحمه. هذا لسه هو كده صح. الله تبارك الله. يلا يا عمر يلا ضربة رجال. يلا اخوان الله يسعدكم. احنا جبنا الغنم الان نحطها في البيت وان شاء الله بعد صلاة الفجر بعد صلاة العيد هنذبحها. خلوكم معانا. السلام عليكم. والله ما شاء الله تبارك الله. ها سردة ما في شغل ما في. بسم الله يا ولد يا ولد الله يرحمك. ترى السيارات هنا والله ما شاء الله ربط وربطه ان شاء الله اقدر افكها. بس يا ولد والله ذكر رمزة سوي له كم بقر وربي يا ولد. صورت البقر انا خايف منه والله. البقر وجهه كبير. بس يا يلا بسم الله. تبيت هذا ما هو مقوي سوا. يلا تعرف جسمه مغطى الغنم. تعرف في حركة ما أدري دائما يستخدموها يحطوا مراية وهو يمشي. ما أدري عاد أنا. يلا روح. هات كلمة. طيب يا اخوان الله يسعدكم ان شاء الله باذن الله تعالى بعد صلاة الفجر نكمل. سلام. بسم الله يا شيخ. بس بسم الله الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. بويا جي بويا جي بويا. ها صح كنا بعد وهذا حجز وهذا من يوم استاذ عمر كيف الشغل معك؟ واحد يمسك عندنا. ها؟ ماشي؟ وصلت النقطة الخطرة؟ ايوه ما تعرف. وردة انت اكيد تاكل بقر. تعلم. والله عدم الرقبة. يا يوسف بسم الله. جدو روح. روح تمام؟ خلاص بس وقف. حيروح يشيل الرقبة. هذا تعرف ايش يقص يا عمر؟ هذا تعرف ايش يقص؟ انا اقول لك حط الزعتر. امي هذه الحياة. يلا يا عمر يلا ضربة رجال. من فين؟ من يا ولد كبري ومفتوح. يا عمي انت فين حتسحب ال عشان هي المكان هذا. يلا. يا ساتر. بس ما ادري دورت عليه يا عمر؟ الحمد لله. بعد ما خرب ام اللحمه. هذا لسه هو كده صح؟ الله تبارك الله. اقول لك انجم يا عمر فين رايح؟ خايف اضرب عادي زيك. افتح لك هو؟ لا ايوه هات امسك. يا
لسه عظمه دي ايش قاعد والله يا راجل كله لحم يا راجل شوف مليان لحم شوف شوف روح عدد يا ابوي يلا يلا قدي كذا شوف قدي كذا لحم اول شيء يلا ومع اللحمه دي قاعدين نتضارب عليها من اول ايوه كذا يلا ايوه يا سلام طيب يا اخوان الله يسعدكم يعطيكم العافيه بطاريه الكاميرا فصلت الحمد لله اننا خلصنا ووزعنا وخلصنا امورنا ادوبنا شاحنين الكاميرات حقتنا ورجعنا لكم الله يعطيكم العافيه وصلنا لنهايه حلقه اليوم اعطونا رايكم في التعليقات ونشوفكم في الحلقه القادمه سلام سلام